تعال عندي احكيني شو. لا مرحبا. مرحبا. تحكيني كلمة عمال معروف تفضل. هذا مضروب مضروب صدق. بعد شوي بعد شوي. لا رح روح على بكرة تسوى الله خليك يرضى عليك. ماني فاضي. صاير شغلي معي أنا وياه على العنين. أنت ومين؟ أنا وياه. مبارح كنا عم نلعب برا. قلت له بتحط شرط إنه أنا بربح. قال لي احكيني كلمة شوي بدي أحكي معك. الله يخليك. عم بفكر بشغلي الله يرضى عليك. أولا لك. يا خيي بيي أخذه على المستشفى مرتين. خسرنا الشرط أنا وياه. والشرط إنه غدي. أنا ما معي غدي. إذا أنت تكلف خطرك ولنا شيء تروح نتغدى سوا قد النهار ترجع إذا بدك تغدى معنا طعم بس إنه ما تطول كثير ما في أسماء في سرية. لا صعب. شو لا صعب؟ صعب مشغول أول شيء وعندي شغل. هذا شيء مهم مشكلتي من القصة. أنا قصة بقت الحال لا جاي شارعك ولا جاي شارعنا قصة بقت الحال. روح نتغدى ونحل تفضل. روح هلا بمطرح تاني. الله يرضى عليك. شوب ومش راجي. شوابنا الله يخليك. يلا يرضى عليك. يلا اخر مره حلو. يرضى عليك. يلا يلا يا سمير حيعصب الزلمه. يعصب شو مشكلتي ولا مشكلته؟ تعملنا قصه معه بصير بدك تروح غير محل. انا مشكلتك ولا مشكلتي؟ قلنا لك اصلا نقدمنا اياها بالاماليه بس شارط معه على الله معه شارط معه على غدا. مين بيدفعه هلا؟ انت بتروح تدفعه غدي وانا برجع بلحقكم. مازالك هيك تكرم اكثر منك. الله معك الله معك. احكيني كلمه احكيني كلمة عجنب بزيادة عبطة. احكيني كلمة عجنب. قلت له حيعصي بزنني لو شو بك عصص. يعني مشكلته ولا مشكلتي؟ عم نتغدى عنده. فوت يا خلي نتغدى عندك. لك حل عني. عم نتغدى عندك بس تلوك. حل عني. غدا صغير انا وياه. حل عني بقى. حل عني. صحيح. غدا صغير. فوت هيك بدك عيط عليك. هيك بدك عيط عليك. روح. شو بتشرب؟ لعب لك روح بقى. لا بلا روح من بلا توبة توبة نحن كمان استاذ فؤاد استاذ فؤاد طلع بوجهك نحن مع كميل اسمر عيدك والغيره شفناك عم تمشي ليه والله يا حوي كميل احكي لك كميل الا بايلك هذا فرجي بدها تبغى تطلب بايلك كاميرا ما تتخيلوا قد ايه بنتعذب بالسقعه وبالشتاء مثل ما نكون شايفين لتطلع الحلقه معنا تعرفوا عجقة سير لا فينا نروح ولا فينا نجي لا فينا نطلع بوصة ولا بسيارة حتى نشوف بشو مالنا ناخد الزبون تاكسي تابعونا عشان سير اليوم. ايه والله. ايه؟ ليش الحوار؟ وين رايح؟ ساعدوني قل لي شو عشان سير وما بينحمل، وجوني معروفة بعشان سيارة. منيح؟ قل لي حبيبي شو بدك قل لي؟ شو بساعدك؟ باخذ ببعتك تاكسي، نحن عندنا مكتب فاتحينه جديد بالبلد. والله. من هون على ساعد جوني. تاكسي ولحالك ب 2000 ليرة. والله. شو؟ يلا بشيل المناطر انا سيرفيس الى ساعه اضح مخي مشان سير لا اي والله 2000 ليره لحالك بتروح طيب يلا يلا انطرني ما تطلع تعال لا تعال قرب 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 هيك لعشقة لخنقة بألفين ليرة شو؟ على ساحة جوني ليك مش عارف جاي تستلمنا انت وياي هلا بربك عليك جاي تقالي زلا والله ألفين ليرة شرفك بغي يطلع جد شرفك عليك جاي تقالي شوي يا حبيبي روح في العلي ألفين ليرة على ساحة اسمعني شوي يا الله اليوم يا خيي خلص يا خيي اطلع دي جاي اطلع انت على الساعة طيب علي جاي تقالي بدك اشي
خي اي عشان تسال ما قالش جات حالي اعمل لك يا ورق يا خي ما انت ما تفقص يا اخلك ادميه بجلال ما قالش جات حالي معصب فعلا من الشغل الله شرف ما تقص تطلع انت على الشحش خي انا شايف معنا شوي بقى سال تاكل راسي حلاوي جيت يا خي بياخدك ادميه يا خي الله معك حبيبي يا خي 1500 بشرف على استلمني خلص ما تخلص خلص على الساحه دغري اطلع روح يا خي لا ما يعلى عني انت وشوش خي روح بس يا خي طلع يا خي خلا وقرت لك يا شوط خي ليش خلص يا خي اسمعني شوي بياخذك شو بيك شو بيك شو بيك بيك شي براسك يعني اسمعني شوي بياخذك ادميه يا حبيبي بيك شي براسك انا عم لك بياخذك ادميه ما طلع انا ما طلع عندي واحد عندي واحد ابيض كمان يلا عربي وقتك شوط تيجي تحت خلصنا هلا اطلع خي روح طب التاكسي بنقطع جبنا لك ايه حبيبي اتك لك زوج التاكسي يلا عربش عربش التاكسي الحلو خلص روح خلص خلص خي خلص وصلك عشان خلص بدك شخ خلص اسمعني شو عم بعمل فيك يعني ما بقول لك شو يا خي يلا اطلع فش اسمعني شو اي حد بدفل لي عشان انا متاخرت خلص تتقلق تتقلق ما تتقلق تتقلق اسمعني شوي شو بك خيو بياخذك ادمية بل والله العظيم بخبط خي اطلع ورا على الساحة خي الف ناله الف اسمعني شوي بتفتح لي خلص كرم من حلق فل يلا اسمعني شوي خلص اسمعني شوي نزلها خلص خلص ما تعشت عشت عصبني يا خي اسمعني شوي هلا انا بلش عصب احكيني شوي روح شو عم تحط ايدك يا خي روح شو عم تحط ايدك علي هي ايدك عم تحط ايدك علي نحن الاب تي في نحن الام تي في شو عم نصور اي ام تي في عيشوا كل غيره احيا الكاميرا هون يا عم نصورك والله والله باي الاحمر